كلهم وعنا ونكسن داوديال لجستيال كسول وادا برنامج كا الله هذا الدكتور كا راديا هي تلفزيون كشبيلة مقالة مقتشو تدوات به دكتور أي ندسوه في ديسنا سأين وهلنا حاجه ومهم سناي دنك عفماتك هي تلاد دقاتير تيوجد بنيان برشة الصوماليات أوباهن إن لقها قبترو تعلين تعفماتك كل بسبيتال أيان دينك صورنا سأين دين سو جرسينو دكتور كا كسوغن هالكاس يوحى عمر كاسي كا عاون كره أدي أوباهن ته تدوات كان برنامج كوحى دينك إيمانية بسبيتال كا العاصمة مقالة مقدشو وحانون ورئيس اللي يلان دونا هدي ايبو رالي كان نقضو ميت كميدا دغاتير تهالكا سكاهول قشا دالك ديوتي سكاقي يميدي سبتالكا سي بلشيدة سوماليات اي او تران علمي قودة اين وحاون الاختر كان تقصص كيسيو هاي عوضو رضا هاوينكا ايسي دو كالتو حلو يقانون لابرسكوبيك سيرتيونكا ايو كو تقصصي اين سبتالكا ايو كاهول قلا لغدا عربيغا ايو دكتور كو هادلي دونا بلسه وحا نغا ساعدي دونتا حاجه ترجمانته لغدا عربيغا دكتور ايسم مريم محمود او دكتور عذرد غود بلسه سنادي ودن بي كو هول غليسي عذرد هوانكا برنامج كيننا وحانو كغا هادلينا وحا لو يقانو دلم لاانتا حاجه دوبيستا موقالكو عتفتح روبله ديارنتا اي شرشرستو احمد قده أني السوداني وادين سو صار هالكنوع كل سعوديين يا سود وهذا مركله وحن مركان سود ويني يا دكتور كا يترجمان كيس أو أيضا دكتور كلا إن دكتور كا وحلقو مجعابة دكتور هيثم أحمد عبود يا لقو مجعابة دانا قلدنين سود وهو دكتور كسودو شبيل تيفي برامج كان وبرامج عافمات وبرشدة إنه كوع يجلنو مركز سود أهلا وسهلا بكم في مشفى العاصمة الفيزيون شبيلي أهلا وسهلا بكم. الكلام هذا علينا أننا دكتور اسمه ريم حربنا أنا دكتور كمر كنا ودي صوت وحاجة هاي دال ملا أنت. أوكي دكتور هو ما هو التعقم؟ التعقم. العقم أو الانفيرتيليتي هو عدم حصول الحمل لدى زوجين متزوجين ذو سنة. إذا كان عمر المرأة أقل من 30 سنة وهم يعيشون مع بعض وحياة زوجية طبيعية وأقل من 6 أشهر إذا كان عمرها فوق 30. أوكي. دكتور كوهيري أنت بدن رك إيدو مركع ده إسقلان مدة سنة أو قري إسلام ده نوليهين مدكلا أي دقة ده تهاي قفتة ستنجر أي تهاي. حرير اللي قال النساء أما إلا إلح بلود إني إسلا بدنو ليهين أو وحي إسان ضلين كليه ما كإيمان كرتو دمر ككليه ما إيمان كرتو رقنا ما كإيمان كرتو مجرد بدنا شو حق دمر كا أما حق الرقا اللو بديو إن إي كيماتو تران لأنت دكتور بيسألك حق الانفرتيلتي أو العقم بالنسبة الرجال ولا النساء من أغلبهم أكثر؟ النسبة العالمية بشكل عام تكون متساوية للرجال والنساء 45% للنساء 45% للرجال و 10% غير معروف السبب ولكن تختلف من مجتمع إلى آخر هنا في المجتمع الصومالي تكون أكثر بقليل للنساء يتعلق بالجراحات وبالالتهابات أكثر دكتور كوحو كيري ان لبضر نعبو سيم كسيميكيين ان بقل كافرتان ايشان رقبك ماذا بقل كافرتان ايشان دومر كاكي ماذا طبعا كسوهر ان لما اوغا ان وحي سووي وحيا بقار وحاجة او سووي كرو ان مهمدا ان افكشني وحيا باس اسكهايان ان وحان اوغو بضان دومر كاين تبضان هدي كيالان بروين ايو نوعية ذا سيت كلمت هاي ايو هرمونات كهدي قسيهين وحيا باس وكالي ويكاقي ما كرتا رقن سيدو كالي ويقو ما كرتا هدو هرمونات كيسي يحيس اي قسيهين برشيدين فهنك اي كهيستان حقا دلون انتا وليدتا een aalam ku manna lamida masse sidaana ugu jaawarsano kala ayuu ugu jaawarsiin dalmalaanta maashi dictori يقول لك حق العقم اكثر النساء في الصومال يقولون انه مشاكل كثيره حق الصومال وكمان البلدات الثانيين نفس الشيء حق المشكله العقم ولا بس في الصومال اكثرهم
العقم هو مشكلة عالمية في كل البلدان وفي كل الأوطان موجود مشكلة العقم، ولكن تختلف نسبة حدوث العقم من بلد إلى آخر تبعا للتطور العلم والطب والخدمات المقدمة، لكن هي مشكلة متعلقة بالطبيعة البشرية يوجد في كل البلدان. دكتور كوحو كيري كلية ودن كيني كلية معنا صوماليا أي ودن كمت نواحي دينا دن ويكجستا للملاعان تاس لكن وحاقا ير أناقا أوكال دوبان هاي ودماذا كالي هور مركل قاري إيو قلبات الله استعماله يعافمات كهير كسر أولا كلمة رايب انتاس كل دوبان هاي مالوال بوي كجيتا وحصومالي كلي وكوبان معهن اي محال لو آناي كرا اما لو ترين كرا اني ساوب نقطة للملعان يقول لك شو هو الأسباب اللي يكون بزاد نفسه نعم نحن نقسم الأسباب إلى أسباب متعلقة في الزوجة، أسباب متعلقة بالزوج، والأسباب الأخرى القليلة هي التي نسميها غير معروفة عندما نعمل كل الاستقصاءات للزوج ولو الزوجة ولا يكون فيه سبب محدد. بالنسبة للزوجة نبدأ في المعايرات الهرمونية للجسم، عندما تكون غير متوازنة يحدث خلل في الإباضة وخلل في عدم الإنجاب، أحيانا تكون هناك أورام أو مشاكل متعلقة في الأنابيب في المرأة، أحيانا بالنسبة للذكر تكون في ضعف في السمن تبعية السائل المنوي للذكر، وكمان تكون متعددة الأسباب تتعلق بالحياة بشكل عام في الشغل في العادات الصحية في الوزن الزائد في الهرمونات الذكرية متلخبطة بشكل عام. دكتور كوحو كيري سؤال شاسعي ويديد سببت كنتي وحا أقول بضان أنت بضان يعني رجع دمر قسيمة كوديهن لكن وحاجته سبب قارئ واحد أو الحريرة طبعا أو حاكمت أن لا أجان كرين وحيابها كنتي لكن بقولك أفرتن إيشن رجع ويكيني بقولك أفرتن إيشن دمر كويكيني وحاك لك كيني كرو هرمونات كدمر كهدي إسكو قسيمهن سدا بروتين كنا زهدو كعسية أو كله هدي تايرود كده وكعسية أو كله هدي بروين كويه لان أو كله هدي كتاله إن أكانت هذا بره هدي كتاله هدي تبوين كده إيه هرين وحياةها سو يكيني كرتا إني دلنا هذا إن هرمونات كنا لصحنا ما كيني كرتا إن أشوف بروين كويه لان هدي قلنا الله وسمينه قيادة ليزر كا الله وسمينه عيا هدان الله وسمينه عيا تسيده كله ما سووا كرتا إن أور أي قادو وعيا بس كي للربي بإن أور قادو براكو تعلو قلنا ماذا سنو حلا وسمين كرا ليزر الله وسوسار كرا بروين كاس هدي لطه هاني هرمونات كنا هرمونات كأيضا الله صحيح إنه بسيش إنكود لو استاجنن أيضا وحياةها سامنت أو يلا طن تكمل تحي إن سن أور قادن وهاي ذا أما رجع وحياه قار وحاجة تأكل نكر أسرعنا هدي أسرع سمن الله يسقي سأما شهودي سأيه هوسه تحركات كيس أيه هوسه يعني أما الملياش وسودينا يأكلند وسودينا هدي يريهن وحياه بقى كين كر كمتها إن قفت أورك إيقاد ويسو هدي هرمونات كيس أيش كقصينهن صدق الأسرعنا وحياه بقى كين كر وكجراء نصن أورق جبرد أو خوي نصن أورق هذا هدي إيه حرينهن تبوين كيسة أسرعنا صدق الأ وحياه بقى وكجراء نصن اللوق هذه كرن أورك إن أرتكلها لقى قرا حقا الملاعنتة مرك آخرني سيدو حركة مرك قارن يقولي جود مرول بقى بورنتها ومرول بقى كسر عصانة سنة دش. أوكي. تاس مرك ما واحد سنتيفيك إفيدنس بيس أها مسا وواحد سك قيالي. أوكي دكتور يقول لك إذا المرأة كانت في كتير عندها وزنة زيادة يسبب حق العقم. نعم زيادة الوزن تسبب مشاكل ونقص خصوبة في المرأة لأن الكتلة الدهنية في الجسم تعمل على امتصاص الهرمونات اللي ذاهبة للمبيض وتعمل خطأ ونقص في الإباضة
فبالتالي لا تخرج البيوض في موعدها او لا تخرج بالمطلق حسب الوزن الزائد، وكلما كانت السمنه زائده كلما كان المشكل. كذلك السمنه تؤثر على خصوبه الرجل. وحو كده هاي كلي دمرك كليكم حرنا دمرك ايضا ترك سامين ويلنسا وجيركي دهون بدن كبحايو وحلا غيابا وكحانتي فرا بدن اللي ربي انلسو ديو انلسو دين انو اي كسامي سامين كويلتا كليا ايضا ما هاني حتى وحاجته رق نفتر كودا سامين ويكويلن لابدر نعب سامين ويكويلن دمر كليا ما هان اي سهل لو لد تعاملا مركي قفك دخترك ويما دو كعبانا اي حقا للملعانتا او انتا سوسنا ان عرور دالين ويما دخترك سهل لد تعاملا دكتور يقول لك لما يجي الشخص اللي عندك ويقول لك انه عنده عقم شو راح تعاون معه؟ نعم، في البداية ندعو الزوجين لزيارة العيادة في مشفى العاصمة، نأخذ القصة المفصلة للزوج وللزوجة من حيث الوجود او الحمول سابقة ام عدم وجود، من حيث انتظام الدورات، ثم نرسلهم للمخبر الحديث لكشف عن الهرمونات، ثم نجري لهم التراساوند. الالتراساوند الخصوصي بالعقم هو الترانسفاجينال التراساوند، هو يكشف بحال وجود اي تشوهات في الرحم، اي كتل، اي الياف، ثم حسب النتائج نعطي العلاجات الدوائية لتصحيح الهرمونات، أو في حال وجود أي مشكلة انسداد أنابيب أو أي شيء ونعمل صورة أشعة لكشف الأنابيب. حسب كل حالة إذا كانت محتاجة علاج دوائي فقط أم تحتاج عملية، لكل حالة علاجها. تقدر كو فيكيري سؤال شيء ويديسي نحن ولا تعاملا مركي أجوه رئيس هذا دمر كنوع إمادة وحاس كنوع إمادة وقابلنا وحن قدرنا كمبيوتر أو أرتر صانع أو لجوء جانا يقيم ترحم كذا هوسة كمبيوتر كقصية ورحم كوجودها لقى استعمالها أو لجوء صبره وحول بوجودها كجرو نحن قدرنا بارتنا قدرنا هرمونات أهل لجوء جانا هرمونات كده إني سحني هني إنكله إن هذه أيضا أو نتيجة سيت عن كأرجنا أو وحول بقي في عينهن حاسم منا إن رجع ويرنا ورجعنا إما ذا أسألنا أقدر سنة بارتنا أقدر سنة أسألنا لو أجانا إيش هوديسة هير كامرة يسوي هرمونات كيس سيديهن مركز كده دب أيام حاسم منا إن لو ده بهدي في عينهن أو أنت سأقدرني إن بارتان كلو أقسم منا جست قبل ده لو أجانا يو إن فرينهن تبوين كده إني حرين، مركي أوجانا إني فرينهن وحنكون داوينا داوين كعاديها هذي عربديهن هذي كنينيهن، هذي أوجانا إني ماشوا كويا لأن وحبروين وحأسمينا قلما ذا لازر كأيام كسمينا، هذي أوجانا إني تبوين كذ أي حرينهن وحأسمينا تبوين كإن لفرو، رجنا هذي داودي سمن اللايز كيس أما شهودي سأ في عن تبارتان ذيسا وفي عين هدوس في عنا نسجنا داوينا أسمينا رج إدو مركب وأسل داوينا. أي مركب حقة أو لما أنترك هالينه وحجرت واحد الله أسو إسبرمية سامين تأسو إسبرمية سأكوي الله صو لما أنتم حيته. دكتور يقول لك في حق الرجال أسو إسبرمية شو السبب اللي تكون موجودة حق الرجال؟ نعم، الأزوسبرميا هي حالة تحدث في بعض الرجال، يكون عدم وجود النطاف لا تفرز من الخصاء النطاف، وهو يتعلق بشكل رئيسي في الخصية، قد يكون مرض خلقي لنتيجة انتانات صارت انتانات فيروس حدثت من الطفولة، وقد تكون لأسباب رضية وقد تكون لأسباب هرمونية، الأسباب الهرمونية تعالج، وقد تكون وبشكل شائع نتيجة دوال الحبل المنوي، نسميها دوال الحبل المنوي. وفي حال وجود دوال الحبل المنوي نحن نحيل إلى الطبيب الجراحة البولية المختص لعلاج الحالات الدوالي. تقدر كوحوكي رشاع شعي ويدي سي مررق غار نحي نقطع صوب هرمونات نغن كرتا مررق غار نحي نقن كرتا صوب الحريرتا إنو تبوين كيس إحريين هادي تبوين كيس إحريين
حسمينا وكويري دكتورك أو كوتا قصصي كادم مرينك أيان لحرينا أو أسميه فرتان أسميه سو داويه كتب مركز أيان أنا كان داوين كدين عينها أكيد داوينا إن وحيابها كله إن سامنت أوكي ألان كرنا بعد ثاني ديس مركز أرجنو داوينا أسمينا وان داوينا وهي حق الدمر كان مركان جنو واحد جرو واحد الله disorder of menstruation ك سامينتك من ترتى واحد سامين يكوي الله يعني في شنو ذكر الله infertility أوكي دكتور يقول لك أغلب النساء عندهم التهابات كمان حق disorder of disorder of يعني الدم يعني دورة الدم متخربطة في شكل من الأشكال يعني يكون أسباب نعم اولا عدم انتظام الدوره يدل على وجود خلل في الجهاز التناسلي الانثوي من خربطه الهرمونات او من مشاكل كيسات مبيض او مشاكل في الرحم. عدم انتظام الدوره يعمل العقم، هذا واضح. اما بالنسبه للالتهابات، الالتهابات يعني عندما تعالج في الوقت الصحيح تكون أمر بسيط، لكن عندما تهمل وتصبح التهابات مزمنة تسبب العقم وتحتاج علاجات أكثر من الحالات البسيطة. ماشي. تقترب وحوكيري سببت أي ويدي سي وإلا إيمان إساء إن هديه ما مضى يعني من السرويشن كذا مدي كذا وقصين هاي وبشي الله بجرو إيمانا يوم بس هل جرو إيمانا واحد بدنا كسر عنينن وحيابها كم نقنسا إن وكحانتي سامين كويا لتو أما بيربيود مش وكذا هرمونات كنا أي قسمان ودي كسيد اللي رويس أنسدينن وحيابها كلا كم إدانو حاجة تأكفكشن كأكفكشن كهدي لمهم ليه أما يعني أن إسلامر كهر لقداوينن oo iska dhaho waa iska caadi infection waa iska caadi la dhaho faraha laga qaado saameyn way ku yeelanay mar walba waxa fiican infection markii lagu arko qofka in laga daweeyo oo la siiyo waqtigiisa hadii waqtigiisa ay ka daahan waxyaabaha qaar waxay noqonaysaa oo waqti qaadanayo intuu ka daawayo ay in marka qaar waxa dhacdo hooyo inay hal da dhasho laba da dhasho deedna ay weeso awladdi ka guurto oo 10 sano kadib ay suurtagal noqoto inay hal da dhasho maxaa sababta maxay tahay دكتور يقول لك في أغلب النساء أنجبوا 2 أولاد وكمان 10 سنين ما أنجبوا، شو السبب اللي يصير هذا الشيء؟ غالبا يحدث أمور تتعلق في الولادة الأخيرة مثل ما أزيات في عنق الرحم أو مثلا نزوف خلال الولادة أو التهابات ما بعد الولادة. هذه الالتهابات ما بعد الولادة قد تسبب التصاقات داخل الرحم مثل أشيرمان سيندروم، قد تسبب في إغلاق الأنابيب، لذلك تحدث secondary infertility. نحوكي رساشة إيوي دي سادنك هكا جوابو وحاواي وحادعي كرتوهو إذا مركي إيلشو وقدم بنتي عنقي اللي سي هدي ماشاد اللي تانكا سيتي وكاقا قبصدي ديك بح فربضان هدو كاقا إمادة ماشا إفكشن أربا إفكشن فربضان هدو ماشي كجيرو وحو سامين كو يالان هيا رحمي كو قدي هيسا وحياو قار حتى بحاجتو إفكشن كاوي دو كاقا إمان كارو إني حرمان تبوينكي إفكشن كزياد dad aha oo meesha lagu sameeyay ama dhig bix ziyadada aha ama dhibaato kaga iman karto xagga riixitaanka ee waxyaabahaas ee markay cunug ugu dambeeyay dhalaysay hadii waxyaabahaas ay ku dhacaan waxaa lagu magacaabaa second infertility waa qaybta labaad ee ku dhacaan hooyada dhalaanta ama la'aanta keenaysa aya in hal iyo laba maxuu noo sheegi karaa kiisaska intuu muqdisho joogo oo la kulmay oo dhalmo la'aanta la xiriiray اوكي دكتور يقول لك في لما كنت في الصومال تعالجت اشخاص حق الانفيرتيليتي ممكن تعمل لنا شويه حق التعريف نعم انا يعني خلال تواجدي في مقديشو كان عندي والحمد لله حالات كثيره نجحت منهم من كان برايمري انفيرتيليتي يعني لم يحدث اي حمل من قبل ومنهم كان سكندري والحالات الاكثر هي سكندري يعني فكان عدد من الحالات كبيرة وبعض الحالات حدث لديهم حمل توأمي وكانوا الحمد لله بنجاح وبسعادة يعني انتهت الحالات ماشي وحيري تختار كأن انت جوجي حمر وحاجته وحياه فربضا أكو قوليستي كم تهاي هو ويليد أنا واحدة لين وإن بدن واحدة لين أو واحدة شيء
iyo xaaladda ugu badan in kasto ay noqoto markii qofta labada ay dhasho ama saddexda ay dhasho kadib sanooyin badan aysan dhalin oo ay iman jireen oo aan daawayn jiray xataa ay dhacday in oo mataaman uurkooda ay qaadaan ayaa kamid ah da'da ugu weyneed oo xaliyo infertility ahayd meeqa sano ah qofkaas دكتور يقول لك شو هو أكثر سنوات اللي العقم اللي أنت حليتها بذات نفسك؟ يعني العمر يتراوح يعني حتى 38 عاما أو حتى 39 عاما، لكن عندما يحدث العمر فوق 40 تصبح المبايض ضعيفة وتصبح إمكانيات العلاج أقل. waxaan ku dhahay dhaqtarka horta sanadooyin ahaan hadii aan dhahno qofka sanadkiisa ku xiran tahay oo 29 ilaa 30 kama hadlay waxaan ka hadlaa waxa ay dadka u daaweeyay oo ka xaliyay dhalmo la'aanta qofka ugu daada weynay uu daaweeyay inta daadis ay ahay يقول لك الا اخر مره يعني انت داويته شخص حق العقم كم سنه كان عمره يعني اطول مده عقم في حالات معظم الحالات كانت ما بين 4 إلى 5 سنوات لكن الحالات اللي نجحت وكانت قليلة مثلا 10 سنوات لـ11 سنة كانت عقم ثم حدث لديها حمل. وكده هاي أغلبهم هو ها 6 سنوات إلى 4 سنوات إلى 8 سنوات قف واحدة لين أو سكندري إنفرتيلتي أو بريمر إنفرتيلتي أو أنكو جوليستي سبب قارنة بحاجة تي وكيرو أو لحريرتي قف كده إذا زادو أفرتن إلا أي أفرتن إلا بوجهته قف كوك حانتي سويران نساء سامن ويكويل نساء إنه داوين كي وحلا سيناي ولقب قادني حرير كي أسوي لغات بوكانك كده حيا مهوية ما متري وحريرو كده حيا سي بوكانك أوكي دكتور يقول لك شو التواصل بيناتكم حق المريض وأنت؟ أنا من خلال تواجدي في مقديشو هذه المدة الطويلة يعني صرت أفهم من كلام المريض عندما يتحدث بشكل أفهم شكايته بنسبة جيدة وبوجود المساعد هو يشرح لي كل شيء وأعتقد هذا الجواب هو ماشي وحكود هاي سؤال شيء ودي سحرير كان أي بوكان كان قدر حياه إن بوكان كسيدي سبب مركو عبش دي سي وحول بوشيا كان أي وفهم يا مركز أيضا فهم يا هذانا مساعد كإلى جوه أم قف كإلى جوه وإيش السرعة مركز الجواب عن كبحيا كما هلاي مركز وليتشو قفك بوكانك داوسية وقراء لصعد مترا ولصعد قفك حالة ديسة ما لهم لاي إيه ما ودي كيركيس ولصعد مترتا أوكي ويجتا دي كيرك ويجتا بكاوس قفك أسبوع كدي بنص الله بعد هنا هذه حالة أو إتهاي عاديا هذه إتهاي داوين لسي أنا بلوين إيكو قادنا سبل كدي مركو داو صعد مية وحد هنا نوص الله وسيلو أجادو هذه داوين كب أنفعين إيه هذه كلا بروين كو كلاي وحاجته ما مو بروين اكو يالنا داوين اقرنا ان اكو اغانينا اني بروينكي كبابيني ان كلاي مركي انا قطو هل بلو كلاي او داوين كو صدمستو ونوصل لابتني نتيجه في عنا كارغنا او بروينكي بابين داوديال غبغبدي سو غارني سواش ودن بيسان ربان ويديو دكتور هيثم احمد عبود او دكتور كو تخصصي حق عضرده هوانكا يو قلينكا لابراسكوب بسرجيونكا waxa xagga turjumaanta naga caawineysa dr. Isa Maryam oo la shaqeeyda dhaqtarka isbitaalka Al-Aasima ee magaalada Muqdisho ay ka howlgalaan in dr. Isa Maryam waxaan rabaa gudameyntii inaan weydiino dhaqtarka in dad badan oo Soomaaliyeed baa jira oo xagga dhalmo la'aanta culays badan ka qaba dr. Haysem wuxuu ku qancin karaa dadkaas oo maanta talaa hawsinaya si ay ugu yimaadaan xarunta اوكي دكتور يقول لك في اكثر اشخاص حق العقم يعانون من حق العقم شو راح تقول لهم حق لما تكون انت حق المشفى شو راح تفسر لهم يجون حق المشفى وكيف نعم باعتباره هذا المشفى مفتتح وبه امكانيات جيده والمخبر حديث لكشف عن الاضطرابات الهرمونيه ويتوفر الجراحة التنظيرية التي هي أساس بعلاج العقم فأنا أنصح المرضى بالقدوم مباشرة وعدم التأخير لأنه التأخير دائما يعقد المشكلة
والحمد لله متوفر كل الاستقصاءات المطلوبة هنا بشكل جيد، والعلاجات حتى العلاجات في الصيدلية متوفرة الحمد لله. أوكي. دكتور كوحو كوغيري برشيدين الصومالية دوحا أقباقايا إن هدي إيجيران إن داد بضان وكعبانا للملاقات إن إيقصو بغضان إسبتالك سيدا أغوحلنا سيدا أغدخسيها بضان إن كلما إيداهان كلما عمري أوسي سعدواي إن إسان كداهين وقفل بو حالتي سأوكيهاي إن إيهي ستو للملاقات إن إسبتالك إيقصو بغضو وحانيا لو أغب لو دياريي إن ليزرادا لوغو تلقالي للملاقات إن لوغو فليو برويينكي وحياوها سأو لوغو تلقال لوغو فليو إن داد وطبعاً لابك لوجو أجانا يو حال دود بارتانا وهر سرعة لوجو أجانا وحجري وحكله يو وحي داوينها لوجو تلقي لوجو دياري وحنك باقة سدوا رخصية بدن إنه يقصو بغضان إسبتالك. خبرتي سوا مقصنا. دكتور خبرتك كم سنة؟ 12 سنة في مجال العقم والنسائية والجراحة التنظيرية. وحوكو ده هاي اللبا يتوان صنعيان كشقينا يا دلما لقانتا إيو قليمة ذا نيزر كلغو سمعنا يا قبري ده يدوا اللبا يتوان صنع إيسان كجيرين وحي وصبرنا يا إيوحيابه كلم دكتور أبا ما سنتا داوديال انتا سيوانا قدي هاي برهامج كال هذا الأخطر كهرادي هاي تلفاشن كالشبه الله المقالة مقدشو اسبتال كالعاسم أيوني كي إيماني دكتور هايسم أحمد أيام مرتي إنو أهاي إيو دكتور هايسم مريم oo ah dhaqtarka koobaad iyo dhaqtarka labaad ee xagga cudurrada dhalmo-la'aanta ee isbitaalka caasimada idinkugu diyaar ah ee muddo ay ku kala shaqeynayeen ee mowduucyada dhalmo-la'aanta ayan kala sheekaysanaynay intii Ilaahay inoo qoray ayaynu markaasii kaga faa'iideysanay inaynu weydiino dhaqtarka tan iyo intaynu dib ka kulmi doono barnaamijka xiga nabadgelyo aad u mahadsantiin dr. Reis. Xabiya ma insha Allah shukran nabadgelyo saaxiibyaa.